يا معلم يا معلم يا بابا يا بابا. حسن انت جيت ازاي؟ كنت ملك رجعتني. كنت ملك؟ قولش حاجة. شكرا يا كنت ملك. على ايه يا حبيبي؟ خلي بالك من نفسك. لا مش عارف اشكرك ازاي. مش عارف. ماما دلوقتي اكل حسن. ما كانش راضي ياكل غير وانت معايا. بعد اذنكم. شكرا نورتي. باي باي. الحمد لله على السلامة يا معلم حسن. الله يسلمك. أنا جمعت الرجالة وهنطوق الفيلا. وريني بقى أي حد يعرف يهوب من هنا إزاي. تشكر يا غلوش. عرق الرجالة كلهم عندي. عرق إيه بس يا معلم؟ أنت ليه غاوي تصغرني؟ أنت ناسي إننا أولاد منطقة واحدة. وبعدين لازم أقولها لك ألف مرة يعني. أفديك برقبتي يا صاحبي ولو على الموت. تعيش يا غلوش. تعيش يا رجالة. يلا رجالة يلا. ليه عملت كده يا ملك؟ ليه؟ يا بنتي اللي تخلينا مد ايدي عليك؟ بجيب لي المفاجآت. خليني اشوف وشك التاني اللي عرفت تخبي عني كل السنين دي. أنا منعت عنك شري. اديتك حنيتي السنين دي كلها. ما تخلينيش استقوى عليكي. ما انت استقويت خلاص. بعد اللي عرفته انت اللي قتلتني بايدك. لا يا بنتي ما تقوليش كده. ده انت روحي وحياتي. زي ما انا روحك. الشباب اللي بتقتلها بالمخدرات اللي بتبيعها هما كمان روح اهاليهم.